التي بثها إعلام أوكراني حول هجوم أوكراني إذن على مطار خيرسون كما نتابع في العاجل الواقع تحت السيطرة الروسية. إذن صور متداولة على مواقع التواصل لاستهداف المقاومة الأوكرانية لمطار خيرسون. خيرسون هي في الجنوب الأوكراني وكانت وقعت تحت سيطرة الروس. يبدو أننا أمام هجمات مضادة الآن من الأوكرانيين لاستعادة بعض المناطق.